ككل سنة أطلقت جمعية جسور الأمل عملية تكفل لهذه السنة لفائدة النساء في وضعية صعبة منهم أرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. الجمعية التي تسعى إلى خلق العديد من فرص التعاون والتكافل وتحقيق تنمية في جميع المجالات والميادين ذائبت على إطلاق عملية التكافل التي خلفت ردود فعل إيجابية من لدن المستفيدات اللواتي ثمن هذه المبادرة التي أشرفت على انطلاقتها رئيسة الجمعية بحضور أعضاء مكتبها الإداري. احنا جينا نستفدوا من هذه الجمعية الأمل جسور الأمل بأن هذه بنتي معاقة، الناس كيستافدوا منهم المعاقين والناس الأرملات والناس المحتاجين، والله يجازيكم بخير. طهروا لنا الله عمرها دار وخرجوا الدراري مزيان، والله يعاونه ويسهل عليه ويعطونا كل خير، الله يطول عمره ويزيد في أيامه، ودروك تتعيطوا علينا الله يكثر خيره ويعاونه ويزيدنا في أيامه. جسور الأمل جعلت من التكافل الاجتماعي محطة لنشر مفهوم التعاون والتطوع والعطاء، حيث أطلقت عدة مشاريع تكافلية تنموية للخروج من دائرة الفقر. هذه السنة كانت الانطلاقة من مدينة تمسنا لتشمل عدة مناطق أخرى. التوفيق والنجاح لجميع أعضاء المكتب، أنا تقول جميع أعضاء المكتب، وشكرا على المبادرة والمستقبل أحسن إن شاء الله.